معانا ضيف دلوقتي احد جنود الجبهه اليمنى اللي حققوا بطولات افريقيه في كل مكان في مصر وبره مصر، احد اللاعبين اللي لعبوا في اكتر من مركز الحقيقه، وبيطلق عليه لاعب تكتيكي لدى المدير الفني. بيتميز بسرعته، رحل في فتره عن الاهلي لكن بيجتهد ورجع للاهلي مره تانيه بمستواه. النجم السابق احمد صديق، برحب بيك لتاني مره، لتاني مره في البيت الكبير. شرف ليا، وده بيت يعني أكيد. البيت الكبير، بيت الاهلاويه كلهم، وانا سعيد بوجودي معاكم النهارده. شكرا ليك، احنا اسعد. منور يا ابو حميد، وزي ما انت بتقول بيتك ومنور، وان شاء الله باذن الله يعني كل ضيف يجي لنا نقول له يا رب ان شاء الله تكون موجود معانا ان شاء الله يوم 6 نوفمبر بعد ما ناخد الكاس ان شاء الله. يا رب يا كابتن، كلنا مستنيينها وان شاء الله متفائلين باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يا كابتن، ان شاء الله متفائل جدا ان شاء الله. اسباب التفاؤل ده جات لك امتى وحسيت بيها امتى يعني؟ مش عايز اقول من بدايه البطوله، لكن كل ما بنعدي مرحله او بنعدي مباراه بنتيجه كويسه واداء كويس الواحد بيطمن اكتر يعني، وخصوصا المباراه الاخيره كمان الحمد لله مبسوطين منها جدا. مباراة سان داونز مباراة من المباريات اللي حسستك ان انت اقرب جدا للبطولة، بالرغم من ان احنا لسه مش عارفين هنلاعب مين في النهائي، بس يعني على الرغم من كده انت برضو متفائل ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله احنا متعودين. مش مشكله اللي يجي في سكتنا، اللي هيجي في سكتنا هندوس عليه باذن الله. بالاخر زي ما بنقول كده واحنا نازلين، اللي هيجي في سكتنا هندوس عليه ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن باذن الله. ان شاء الله نتكلم ابو حميد على عليك انت تحديدا دلوقتي، ويعني بتعمل ايه وموجود فين وبتفكر في ايه في المستقبل يعني. والله الحمد لله دلوقتي موجود في القطاع، ماسك فرقه 2006 الحمد لله مع كابتن سيد غريب. يمكن كان بقالي سنتين كنت مدير اكاديميه الاهلي في الامارات، والسنه دي موجود في القطاع. دي خطوه جديده وخطوه كويسه للمستقبل انا بتمناه وبخطط ليه بشكل كويس. البدايه ان انا اكون موجود في قطاع الناشئين، وانت عارف حضرتك كنت موجود في القطاع يا كابتن قبل كده، وعارف يعني ايه انك تبدا في قطاع كبير زي قطاع النادي الاهلي. هاخد الخبره وهنتعود على حاجات كتيره جدا، وحاجه كويسه هو كابتن الواحد يقدر يساعد انه يعمل لعيب كويس او يطلع لعيب للدرجه الاولى في النادي الاهلي. ابتدى يبان الموضوع ده، ابتدى فعلا يكون في لعيبه موهوبه ناشئين من ناشئين النادي الاهلي، ابتدى يكون في موهوبه. الحمد لله يمكن القطاع قطاع الاهلي باستمرار طول المواسم اللي فاتت، يعني يمكن بس الناس بتختزل يا كابتن وحضرتك عارف بيختزل ان القطاع ما بيطلعش غير واحد او اثنين اللي بيلعب درجه اولى بس. الموضوع ما بيتحسبش كده. حضرتك بص السنه اللي فاتت مثلا كام واحد اعاره من قطاع الناشئين، ومنهم كام واحد هيرجع؟ يمكن انت بتتكلم في فرقه الجونه بس حوالي اربع خمس لعيبه. بص لكل الانديه، يمكن حتى اللعيب اللي بيمشي يا كابتن حضرتك بتلاقيه اساسه من ناشئين النادي الاهلي. فالموضوع ما الناس بتبص له بس يا كابتن حضرتك عارف ان لا انا كام واحد لاعب في الدرجه الاولى. الموضوع عمره ما بتحسب كده خالص يا كابتن. انت حضرتك بص مديت كام فرقه من الدوري الممتاز بلعيبه من قطاع الناشئين. في لعيبه كتيره جدا من النادي الاهلي، وخلي بالك في انديه مع احترامي طبعا ليها هي عايشه على الجزئيه ديت، يعني تستنى مثلا مواليد 97 اللي هيمشي من النادي الاهلي عشان هو ينضم ليه، وبيبقى بيمشي كويس وبيبقى نجمه. لكن خلينا نتكلم برضو بكل امانه احمد، ان احنا كمان كجماهير النادي الاهلي لا عايزين اكبر عدد من الناشئين يكونوا موجودين. النهارده موسيماني عنده بيضم ست لعيبه على مستوى الناشئين غير الثلاثه اللي كانوا موجودين او اربعه الموجودين قبل كده. عندنا حتى في حراسه المرمى عندنا اثنين كويسين قوي. فلكن احنا كمان كجماهير النادي، انا بتكلم باسم جماهير النادي الاهلي، لا احنا عايزين نبقى 3 4 كل سنه موجودين في فريق النادي الاهلي، يكون اضافه كمان للنادي الاهلي. طبعا كلنا بنتمنى كده يا كابتن، ان القطاع يعني رقم واحد انه يطلع لعيبه للدرجه الاولى، وبالفعل ده اللي بيحصل يا كابتن. يعني لو حضرتك عارف وبتبقى شايف ان كل موسم على الاقل لازم تلاقي 3 4 لعيبه موجودين في القطاع. يعني محمد هاني ده ايه قطاع ناشئين، انت بقى باك يمين. انت بقى كنت باك يمين، وشفت اكيد تابعت اداء محمد هاني دفاعا وهجوما كمان، قيمته ازاي الموسم ده؟ لا انا شايف محمد هاني كل موسم بيبقى بيزاد نضج وخبرات اكبر بكتير جدا. انا شايف ان هو الفتره الاخيره خصوصا انه بدا ياخد ماتشات كتير جدا، انا شايفه ماشي بشكل كويس جدا. ممكن يكون رقم واحد في مصر في المكان ده دلوقتي. محمد هاني بقى له سنتين بيلعب منتخب مصر، اكيد بيلعب منتخب مصر رقم واحد في مكانه. بالاضافه ان فتحي طبعا لعيب مهم جدا، ادى بشكل كويس جدا الفتره اللي فاتت، واكيد محمد هاني اكتسب منه خبرات كبيره جدا يعني. انت بقى خبراتك اللي مرت بيها في ظروف، تفتكر معانا كده بعض الذكريات ناخدك شويه وانت بتلعب، واعتقد دي احسن فتره في العمر وانت أكيد. بتلعب كوره يعني اكيد طبعا كابتن، ودي اكيد هتنقله طبعا للاولاد الصغيرين يعني حتى على المستوى الفني وعلى كمان مستوى التاهيل. انت عارف شخصيه النادي الاهلي مختلفه، فاكيد ده بتنقل للاعبتنا الاولاد الصغيرين شخصيه. فكرنا كده بمباراه حسيت ان يعني مباراه بتستعد للبطوله، بتعمل ايه كل لعيب كده ليه حاجات
لوحده بيعمل لها. انت كاحمد لو ما بتخش على مباراه صعبه بتعمل ايه بالظبط؟ لكن انت عارف يمكن في النادي كل مباراه بحس ان هي بطوله، حتى المباراه الوديه بالنسبه لنا لازم المكسب. لكن لو اتكلم مثلا عن 2006 مباراه الصفاقس في النهائي افريقيا، دي من المباريات اللي الواحد فعلا كل ما بيتذكر كده ويتذكر حتى المحاضرات والايام اللي كانت قبلها قبل المباراه خصوصا. لا يعني كان حلمه فعلا اتحقق. طب حلم بس كنا عايش يعني مباراه من المباريات. انتوا كنتوا بتعملوا ايه قبل المحاضره قبل الماتش بيومين؟ يعني عايش الناس برضو، الناس بتحب تعرف الحاجات ديت، الكواليس اللعيبه بتعمل ايه دلوقتي قبل الماتش بيومين ثلاثه؟ لا كابتن، هو تركيز بيبقى تركيز عالي جدا، كل ما بتقرب من المباراه يوم بيبقى تركيزك بيعلى. يمكن حتى المباراه بتاعت 2006 دي يا كابتن، خصوصا احنا في المباراه الاولى كنا متعادلين هنا 1-1، فرايحين هناك المباراه كانت صعبه جدا بالنسبه لنا، ورغم ذلك رايحين احنا مركزين في البطوله، مركزين احنا عايزين طبعا. دي بتنقلنا نقله ثانيه خالص يا كابتن. لعبت كاس عالم انديه، خدت برونزيه كاس عالم، بتلعب بالسوبر افريقي، فبتفتح لك مش فكره بطوله بس او مباراه واحده. يمكن المباراه دي كانت تقريبا بحوالي 3 بطولات، كسبت افريقيا، كسبت السوبر الافريقي، لعبت كاس عالم انديه، خدت البرونزيه. فكانت مباراه بالنسبه لنا فعلا كانت يعني نقلتنا نقله ثانيه خالص يا كابتن. يعني طب على المستوى المحلي، انت من اللعيبه برضو اللي يعني من الجيل اللي لعب مع جوزيه، وكنتوا برضو في يعني بتحسموا الدوري قبلها برضو باسابيع كتيره جدا، ايه اللي النهارده يعني اختلف؟ ايه اللي بيفرق النهارده مع اللعيب انه يحسم الدوري بدري؟ يعني ده بيفرق معاك في ايه؟ وعلى اي مستوى؟ البدايه بتفرق كتير جدا. يمكن يعني حتى السنوات اللي قبل كده يا كابتن كان بيتاجل لنا ماتشات كتير قوي عشان بطوله افريقيا، فكان بيتاجل لنا ماتشات كتير جدا، ومع ذلك الحمد لله لما كنا بنخلص كل المباريات المتاجله دي كنا بنلاقي فرقنا نفسنا فارقين ببنات كتيره جدا عن اقرب المنافسين ليها. احنا تقريبا زي ما انت بتقول السيزون اللي فات اعتقد كان النادي الاهلي مره في المركز قبل الاخير، يعني عشان كان في كلام كده، كان في كلام وناس طلعت اصلا الاهلي بقى ان شاء الله هيبقى في المنطقه الدافيه. والله انا كان ليا حوار والله في الموسم اللي فات بالاخص في شهر 1، وكان زي ما حضرتك بتتكلم كانت الناس بتقول ده النادي الاهلي، يعني كلام حتى بعد ان شاء الله مش هيهبط يعني، يعني بس يعني يقول يعني. لا ومع ذلك حاجه جدا بتضحك يعني. ومع ذلك انا قلت ان اتسالت السؤال ده فقلت لا، الاهلي ياخد الدوري شهر 1 وكان فارق كبير جدا من البنوط. ده هو ده النادي الاهلي يا كابتن، مفيش حاجه كابتن حضرتك في يعني. انا في مباراه الزمالك بعد ما حسمنا الدوري لو حضرتك متذكر، في كوره لعلي معلول في نهايه المباراه، واحد بيلعب انه لسه في بدايه في اول الدوري مش خد دوري، هو نفس ده الروح والحماسه والحماس فهو ده. انت حضرتك عارف الامور بتمشي ازاي في النادي الاهلي. طبعا بس الناس مش فاهمه للاسف. طيب نتكلم على مستوى موسيماني كمدير فني. انت طبعا وفي ناس بتشبهه شويه، انا من وجهه نظري كل مدرب وليه الكاركتر والشخصيه المميزه ليه، لكن بعض الناس بتقول في ملامح من جوزيه شويه من حس الشخصيه، من حس اداء اللاعبين داخل الملعب، من حس الالتزام. ما بلقوش فترات كتير، لكن خلينا نعمل، انت ما عاشرتش موسيماني لكن شفته بعين اللعيب وشايفه دلوقتي بعين المدرب، انت شايف موسيماني ازاي في الفتره الصغيره اللي قضاها مع النادي الاهلي؟ هو انا شايف في نقطه مهمه جدا بالنسبه لي يا كابتن، انه حابب المكان او حابب النادي جدا، هو شايف ان النادي اضافه ليه. يعني دي نقطه يا كابتن واضحه جدا جدا. يمكن لو هنقارن موسيماني بجوزيه كان عنده نفس النقطه يا كابتن، مستر مانويل كان بيحب النادي جدا جدا وكان بيحب جمهور الاهلي جدا. فدي كانت بتنعكس يا كابتن على فكره مع اللعيبه، على فكره في المباريات. بناء على كده يا كابتن بتلاقي يعني احنا مستر مانويل مثلا يا كابتن كنا ممكن يبقى الشوط الاولاني كسبانين 4-0 ويدخل بين الشوطين اكن احنا اللي خسرانين. عايز احسن حاجه يفضل عايز بالظبط، فانا عايز احسن حاجه للفرقه، عايز احسن حاجه للنادي. موسيماني من كل يعني كل احاديثه اللي بتتقال يا كابتن تحس ان هو مبسوط جدا انه موجود في النادي. ليه اسم وحتى تصريحاته زي جوزيه كده زي ما انت قلت، يعني مش مقتنع بالنتيجه، حتى لما بيحقق نتيجه لحد دلوقتي من ساعه وصوله لحد دلوقتي احيانا بيتلاحظ من تصريحاته انه مش مقتنع حتى بالنتيجه اللي هو عارف هو جاي فين كده. هو عارف هو ماسك ايه، او مسؤول اكبر نادي في افريقيا. انا شايف ان هو كان حلم بالنسبه له انه يمسك النادي الاهلي، عارف كده، هو قال كده في 2018 يعني، قال تقريبا الكابتن احمد حسن كان في استوديو تحليلي فكان بيقول له بيتكلم اخبارك ايه وبتاع، قال له والله انا نفسي ادرب النادي الاهلي، ده في 2018. فنقطه مهمه جدا انه عارف قدر النادي الاهلي كويس طبعا. واعتقد عمل المعادله الصعبه
في وقت قليل انه خد ثقه الجماهير. بالظبط كده يا كابتن. وثقه الجماهير ديت انا عارف جماهير النادي الاهلي مش اي حد مش اي حد لازم يخش تحت المدعكه الاول عشان ياخد الثقه. لكن نكلمنا جزئيه برضو فنيه شويه، ايه اللي انت شفته فنيا عمله بامتياز موسيماني لغايه دلوقتي؟ بيعمل استحواذ بشكل هايل يا كابتن. بيعمل استحواذ بشكل هايل جدا. يعني حضرتك لو بصيت بينقل الكره بشكل كويس قوي وبشكل ايجابي. يعني مش فكره استحواذ بس، لا استحواذ بشكل ايجابي. كسبان اثنين اللي عايز الثالث، كسبان ثلاثه عايز الرابع. ده هو ده يا كابتن، يعني هو ده سيستم النادي الاهلي باستمرار. عايز اكسب، مش عايز اكسب واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، كل ما اقدر اجيب جول اجيب، حتى لو انا كسبان ثلاثه واربعه اجيب الخامس. فانا شايف ان هو في المنطقه دي بيأديها بشكل كويس قوي قوي. بدا حتى برضه فكره انه يدخل لعيبه ناشئين يديهم فرصه، دي برضه حاجه ايجابيه جدا. لما النهارده بنلاقي ست لعيبه غير الثلاثه اللي كانوا موجودين او الاربعه اللي موجودين قبل كده، دي حاجه ايجابيه بشكل كويس قوي قوي. مباراه بيراميدز نزل اعتقد شادي في الدقيقه 15 بالظبط كده، دي حاجه كانت ايجابيه كبيرة، دي حاجه ايجابيه. العربي تقريبا العربي بدري برضه لاعب، مصطفى شوبير لاعب، هتلاقي الفتره الجايه كمان ناس كتير بتاخد، لان هو عايز افضل حاجه وما عندوش مشكله. هو شايف ان كل اللعيبه بالنسبه له كلها بتأدي بشكل كويس، فيلعب ده او ده مش هيبقى فيه مشكله كبيره باذن الله ان شاء الله. طيب بإذن الله. احنا دلوقتي عندنا مباراه برضو مهمه جدا مع طلائع الجيش يوم السبت اللي جاي، كلنا عارفين ازاي الاهلي استعد للمباراه الختاميه في مشواره في الدوري بجديه. خلونا نروح نشوف التقرير ده ونرجع تاني مع حضرتك. وسط حالة من الجدية والتركيز والإصرار، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني استعداداته المكثفة على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وذلك استعدادا لمواجهة فريق طلائع الجيش على استاد الأهلي وي السلام السبت المقبل ضمن منافسات الأسبوع 34 والأخير من مسابقة الدوري الممتاز، على أن يتسلم الأهلي درع الدوري في احتفالية خاصة قبل بدء لقاء طلائع الجيش بعد أن حسم اللقب لصالحه قبل انتهاء المسابقة بسبعة أسابيع كاملة. ويقود موسيماني الكتيبة الحمراء في لقاء طلائع الجيش بالدوري السبت المقبل، وعينه وعقله يتجهان صوب المواجهة المرتقبة بنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي سيكون الأهلي طرفها الأول بعد تأهله على حساب نادي الوداد المغربي بالفوز عليه في مواجهتي الذهاب والإياب قبل النهائي، منتظرا تأهل الطرف الثاني للمباراة والفائز من بين الرجاء المغربي والزمالك، وذلك من خلال مواجهتهما معا بمباراة الإياب بالدور قبل النهائي من البطولة باستاد القاهرة الدولي والمقرر إقامتها الأحد المقبل، وذلك بعد أن قام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتأجيل المباراة لأسبوع بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد بين صفوف الفريق المغربي، وبالتالي إصابة عدد كبير من لاعبيه. ويركز موسيماني وجهازه المعاون خلال هذه الفترة من الاستعدادات على إعطاء جرعات بدنية خفيفة للاعبين، إلى جانب تحفيظ بعض الجوانب الفنية والجمل الخططية التي تشتمل على بناء الهجمة بداية من منتصف الملعب بالإضافة إلى الكرات العرضية. كما يحرص بيتسو موسيماني دائما على توجيه اللاعبين وتصحيح الأخطاء خلال المران. ويعكف الجهاز الفني للأهلي بقيادة موسيماني حاليا على انتقاء أفضل العناصر المتواجدة بمختلف فرق المراحل العمرية بقطاع الناشئين بالنادي، لكي يستفيد فريق الكرة الأول بالنادي من أبنائه المنتمين إليه منذ الصغر للاعتماد عليهم في المستقبل. وبالفعل قام الجهاز الفني للأهلي خلال الفترة الماضية بتصعيد ستة ناشئين جدد، بل وإشراكهم في التدريبات الجماعية، وهم محمد حسام ميدو مدافع من مواليد 2000، وفارس طارق ظهير أيمن من مواليد 2000، وأحمد محمد عبد القادر حمدي مهاجم من مواليد 99، وعبد الرحمن أشرف مانو لاعب وسط مدافع من مواليد 99، وأحمد سيد عبد النبي ظهير أيمن من مواليد 2002، وأحمد نبيل كوكا لاعب وسط دفاعي مواليد 2001. في
فيما يشارك مجموعة أخرى من الناشئين بشكل منتظم في ميران الفريق، وهم محمد فخري ومحمد شكري وشادي رضوان والحارس أحمد طارق. ويسعى الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة والتي تبدأ بمواجهة طلائع الجيش في الدوري الممتاز السبت المقبل، ثم نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامته يوم 6 نوفمبر المقبل. رجعنا مع حضراتكم كابتن احمد صديق. من خلال التقرير يا احمد شفنا تحضيرات موسيماني لمباراه طلائع الجيش، واكيد في سيناريو وفي تفكير في جزء اخر في المباراه النهائيه. تعتقد ان هو في مباراه طلائع الجيش هيبدا؟ احنا كنا بنتكلم على عناصر شابه كتيره موجوده، 2000 مواليد 2000 و2001 ومواليد 99، عندنا بعض اللعيبه. فتفتكر ممكن موسيماني حتى يبدا المباراه باربع خمس ناشئين في مباراه طلائع الجيش؟ لا، انا شايف ممكن يكون صعب شويه، يعني يدي الاربع خمس لعيبه صعب، حتى ممكن لو بالشكل ده ممكن يظلمهم، لكن ممكن يدي واحد او اثنين من خلال الفرقه. وارد برضو بشكل كبير ده يكون بيبص المباراه النهائيه ويلعب بنفس التشكيل الاساسي ويحافظ على قوام الفرقه. مباراه برضو اكيد مهمه جدا بالنسبه له، يحضر للنهائي، ده وارد جدا. انت عارف خصوصا كابتن النادي، مباراه حتى لو اخر مباراه في الدوري عايز اكسب وعايز ادي بشكل كويس جدا. فكل دي حاجات. انت شايف مستواهم ايه لحد دلوقتي باللي دفع بيهم محمد شكري، فخري، عربي بدر، شايف مستواهم ايه؟ لا، كلهم لعيبه كويسه جدا، كلهم لعيبه مميزه، يعني بنسمع عنهم من الموسم اللي فات، واتمنى ان هم ياخدوا فرصه. يعني اكيد اللعيبه اللي خدت فرصه، شادي من اللعيبه كويسه جدا، شادي رضوان من اللعيبه، شادي اللي لعيب كويس، لعيب طبعا كويس، كل اللعيبه، وعربي بدر كمان، عربي بدر كان بيلعب في ديفندر، لعب باك رايت وادى بشكل كويس، ادى بشكل كويس جدا. فكل اللعيبه دي. بس ممكن يا احمد يفكر برضه ان هو يعني احنا لا قدر الله الاصابات، وارد جدا لا قدر الله اللي هو لو لعب باكتر لعيبه او مجموعه لعيبه بيفكر فيهم في النهائي، ممكن لا قدر الله يكون اصابه، فبالتالي دي فرصه برضو انه يشوف الولاد الصغيرين. يعني اصل النادي الاهلي كمان وانت عارف كويس ان ممكن جدا مش معنى انك تلعب بالناشئين انك هتخسر المباراه، بالعكس يعني طبعا. فممكن وارد انه يفكر بالجزئيه ديت، ولا انت شايف لا؟ هو بص كابتن، ممكن يختلف، لانه هو برضو بقاله كتير مش بقاله كتير مع الفرقه، فممكن وارد ان دي مباراه بيحضر فيها او بيستكشف فيها الفرقه بشكل كويس، او عايز يلعب بطريقه بيجرب فيها طريقه، لانه هو بقاله فتره طويله معانا، وده وارد برضو يا كابتن انه يكون عايز يشوف الفرقه بشكل اكبر من كده. يعني انت مع الاستعانه بالتشكيل الاساسي بالعناصر الاساسيه؟ يعني من وجهه نظري، مع ممكن نلعب واحد او اثنين من اللعيبه الناشئين، او اللعيبه اللي ما كانتش بتلعب الفتره اللي فاتت، او اللعيبه اللي راجعه من اصابه، وارد جدا. يعني زي ما انت بتقول اللعيبه اللي راجعه من الاصابه، سام كهربا مثلا ما شاركش، كهربا رامي برضو، رامي راجع صعب شويه، لكن لسه يعني لسه مش جاهز يلعب، بس انا بتكلم على اللعيبه اللي محتاجه ماتشات ممكن تاخد. مين كمان ما شاركش؟ وليد سليمان بقى وليد بقى له فتره ما بيشاركش، فممكن اللعيبه دي يبدا بيها. يعني وارد يا كابتن، بقول لحضرتك ان هو عايز يجهز الناس كلها، وارد. أيوة. وحراسه المرمى تفضل ايه؟ شناوي ولا يعتمد يعني على علي لطفي او مصطفى شوقي؟ يعني وجهه نظري لو الشناوي، ممكن الشناوي يريح الشناوي، لانه المباراه الاخيره كمان خرجه، فوارد جدا يريح الشناوي، يدي لعلي ياخد الثقه برده، يبقى موجود وجاهز، او مصطفى موجود وجاهز. فده من بالنسبه لحراسه المرمى، وارد بشكل كبير جدا انه يريح الشناوي. يعني يعني انا معاك تماما، ممكن جدا الشناوي، واحنا اتكلمنا عامه سيناريو مباراه طلائع الجيش بيبقى يعني اكيد في دماغ موسيماني بشكل او باخر، عايز كمان يخرج منه بايجابيات. يعني طبعا هو مش المباراه، انا ما فيش حاجه اسمها تحصيل حاصل في الكوره، يعني المباراه ليها اهميتها، نهايه الدوري ان شاء الله هنستلم الدرع، وان شاء الله بشكل كويس طبعا، بشكل كويس. فانا اعتقد هيكون في مزيج ما بين اللعيبه اللي عايز يشوفها من الولاد الصغيرين، ومزيج ما بين اللعيبه اللي بقى لها فترات بعيده، مثلا كهربا، وليد سليمان، بنتكلم على احمد الشيخ، بنتكلم على بادجي. ايه رايك في موضوع كمان مروان وتالقه الفتره اللي فاتت، وهل بادجي كمان من خلال وسائل الاعلام ممكن يكون ما يكونش ليه مكان في النادي الاهلي السنه اللي جايه؟ والله مش عارف، بس يمكن هو عشان مروان بدا يمشي بشكل كويس قوي يعني. ايه اللي فرق؟ مش عايز اقول الفرق، ممكن التوفيق. يعني هو الراجل بيجتهد، انا شايف ان هو حتى قبل كده لما كانش بيسجل اهداف، لكن كان بيجتهد، كان بيحاول، التوفيق بدا يبقى معاه، ودي حاجه ايجابيه جدا، انه بيتعب، فاكيد ربنا سبحانه وتعالى بيكافئه انه بدا يديله في حاجات مهمه او مباريات مهمه جدا باهداف حلوه. يمكن حتى كابتن في فراوده، مع كامل احترام ليهم، هو جدا مش ماشي معاهم، بس يجيبوا
يعني جون سهل، اهداف سهله. لكن مروان ما شاء الله بيجيب اهداف حلوه، اهداف فيها فكر، فده باجتهاد. كان بينقصه بس التوفيق مروان محسن؟ طبعا انا وجهه نظري وجهه نظري انه كان بينقصه التوفيق، والحمد لله ان الفتره الاخيره التوفيق معاه، ونتمنى كمان ان شاء الله الفتره الجايه يبقى في افضل من كده كمان باذن الله. ان شاء الله يعني. انا عارفه ان انت محضر له كلام كتير قوي على برشلونه لا ما هو مش عايز، بس انت مش عايز ولا يتكلم على برشلونه ولا ريال مدريد طبعا. هو عشان خاطر انا كابتن، معلش خلاص عشان خاطر عدي على الراديو يا كابتن، معلش بعد الهوا بقى بعد ما انت قبلي لو عملت عمايل يعني. لا طبعا يعني احنا بناخد وندي يعني، انا دايما بحب اعرف اللي قدامي مدريدي ولا كاتالوني يعني. طيب اخدك لجزئيه ثانيه، وجزئيه نرجع ثاني لذكرياتك مع النادي الاهلي والجيل العظيم، جيل تريكا وجيل وائل جمعه، وانت شايف يعني شايف الجيل ده، هو صعب المقارنه ما بين الاجيال، لكن بدايه تكرار جيل هيستمر ان شاء الله لمده 4-5 سنين ببطولات كتير. والله اتمنى ذلك يا كابتن، وكل المؤشرات بتقول كده باذن الله. بتقول ايه؟ بتقول ان شاء الله ان الجيل ده هيستمر ان شاء الله. ليه بقى بتقول كده؟ انا عايز اعرف برضو تحليلك الفني، بتشوف اللعيبه، بتشوف الجهاز الفني، بتشوف الفيجن بتاع مجلس الاداره والنادي، يعني قول لنا ايه اللي مطمنك ان احنا خلال الاربع خمس سنين هنعيد تاني او هيبقى في تكرار لجيل عظيم زي جيل تريكا وجمعه. يعني كل المؤشرات بتقول كده يا كابتن. عندك دلوقتي لعيبه بتعمل جيل صغير، او لعيبه صغيره، لعيبه صغيره مع خبرات موجوده بتساعدهم بشكل كويس قوي، جايب جهاز فني عنده طموح انه يستمر اكبر فتره ممكنه، لانه زي ما اتكلمنا قلنا ان الراجل حابب وعايز وشايف انه حاجه كبيره قوي بالنسبه له انه يبقى مسؤول عن نادي كبير زي النادي الاهلي، فجاي بفكره عايز يقعد اطول فتره ممكنه، ومش هيقعد كده غير بالنتائج الايجابيه. اللعيبه نفسها بقى عندها هدف ان خلاص انا عايز استمر، عايز احصد كل البطولات. يمكن احنا عانينا الثلاث اربع مواسم اللي فاتوا كنا ناخد بطوله بالعافيه او الدنيا بتبقى صعبه شويه، لكن الحمد لله بقى لنا سنتين، حتى الموسم اللي قبل اللي فات الدوري كان صعب لكن حققناه، اداك ثقه. الموسم اللي بعده من بدايه الموسم بتفرق بشكل كبير جدا، بتحقق الدوري، بطوله بتفنشها تقريبا قبل الموسم بحوالي 6 أو 7 أسابيع. دي حاجه ايجابيه بتديك مؤشر ان شاء الله الفتره الجايه كلها تبقى ليك. ربنا يكرمنا بس بطوله افريقيا، لان بطوله مهمه لو ربنا كرم كابتن بيها وحققناها ان شاء الله، وده اللي بنحلم بيه وبنطلبه من ربنا سبحانه وتعالى. لا انا بقول لحضرتك الفرقه هتبقى في حته ثانيه خالص، الفرقه تبقى باذن الله الفرقه بنفس اللعيبه هيبقوا في مكان تاني خالص باذن الله. انت احنا بنتكلم عن ان في ناس كويسه كتير قوي بتلعب، وفي موهوبين كتار قوي بيلعبوا، بتكلم عن قطاع الناشئين، بس احنا ما عندناش فعلا اسماء يعني رنانه. ما عندناش ابو تريكه في الاهلي، حازم امام في الزمالك الكبير، ابو جريشه، يعني ما عندكش اسامي. لا بقالك كتير قوي ما طلعتش اسامي كده، صح؟ في لعيبه كويسه، ما تجاوبنيش اجابات. استنى يا كابتن، ايوه ما تجاوبنيش اجابات دبلوماسيه. انا عايز اسال السؤال ده كمان لكابتن ربيع ياسين، هو المتخصص بقى والخبير في القطاع. هو بص احنا ما نقدرش، ما حدش يقدر ينكر ان الموهبه قلت كتير جدا، قلت يعني الموهبه في، يمكن مش عايز اقول في العالم كله، لكن عندنا في مصر الموهبه فعلا قلت كتير جدا. بقى الاكبر شويه التكتيك يا كابتن في الملعب بقى هو الاهم بشكل كبير، العامل البدني بقى برضو ليه دور اكبر كتير جدا من الموهبه. كان في كل فرقه دلوقتي لقيت واحد موهوب صحيح هو اللي بيفرق، يعني عندك صلاح جمعه تقدر تقول لعيب موهوب، عندك وليد سليمان تقدر، هتلاقي اعداد بسيطه جدا. زمان كان بكل فرقه فيها 5-6 كويسين يعني بالظبط كده، لكن دلوقتي الموضوع فعلا بقى منحصر في لعيب او اتنين في كل فرقه. طب هناخد من دوت وانقلك لمقارنه سريعه كده، ايه الفرق بين الدوري، خلينا نتكلم اخر سنتين ثلاثه، والدوري ايام ما انت كنت بتلعب فيه؟ انت حاسس ان في فروقات فنيه في الدوري المصري؟ يعني فنيا خلينا نتكلم فنيا، هل الفاليو بتاع الفني للدوري المصري بيزيد ولا بيقل؟ بكل امانه يعني السنتين اللي فاتوا كان بيقل يعني، لكن انا شايف ان الموسم ده الدنيا بدات تتحسن كتير جدا جدا رغم الكورونا ورغم المشاكل. لا انا شايف المشاكل، ان حتى الاداء الفني بدا يبقى احسن بكتير جدا. ما ببصش اهلي ولا لا لا بتكلم بشكل عام على اداء. انا بتكلم بشكل عام دوري، قعدنا يا كابتن حوالي موسمين او ثلاثه، لا الامور كانت صعبه جدا. الحكم بيقعد بيتفرج حتى على المباراه ولا حاجه، لا مش مستمتع، يعني مفيش كوره حلوه. لا لا الامانه لا، لكن بقى لنا موسمين، والموسم ده بالاخص مع ظروف كورونا، حتى حضرتك لو لاحظت يا كابتن بعد التوقف، لا الدوري لما رجع بشكل قوي جدا. حضرتك لحد نهايه الموسم عندك 4 أو 5 فرق اسماء كبيره قوي بينافسوا على الهبوط، صحيح. ده بيديك مؤشر ان فعلا الدوري ماشي بشكل قوي جدا، باستثناء المنافسه فوق ان الاهلي حسم البطوله بدري، برضو المركز من الثاني للثالث والرابع كان فيه منافسه قويه جدا. لا الموسم ده
شايف ان الامور الفنيه في الدوري بدات تبقى احسن كتير جدا. يعني ايه رايك في الثلاث انديه اللي صعدوا بقى بما انك فتحت الموضوع ده للدوري الممتاز؟ اتمنى البنك الاهلي البنك الاهلي والمحله وكليوباترا وسيراميكا. اتمنى انه الاستمرار، يعني اتمنى ان هم يعملوا فرق كويسه يقدروا يحافظوا انهم يبقوا موجودين في الدوري، مش فكره ان انا بصعد سنه خلص. واحده اداء مشرف وانزل تاني، مع احترامي الكامل لكل الفرق اللي صعدت ونزلت، اتمنى كده. يمكن البنك الاهلي جاب جهاز محمد يوسف، كابتن محمد يوسف، اتمنى ان ده كابتن عادل مصطفى طبعا، اتمنى ان ده يبقى فكر ان شاء الله ان انا عايز استمر وعايز اعمل فرقه كويسه، لان ده احنا نفسنا كابتن كمان الانديه الجماهيريه ترجع فعلا. دي من اكتر الحاجات برضو اللي مأثرة على الدوري. بس دايما في مقولة كده بيقول لك ان اندية الشركات هي اللي اثرت على الاندية الشعبية دي، او هي اللي بس دي حاجة احنا ما نقدرش نطالب، بالعكس انا شايف انها ميزة يعني. طبعا بتدي بتدي دافع لكل الفرق ان انا اعمل فرق كويسة واصرف بشكل كويس. هو ما اثرتش بشكل مباشر غير اللي هو الانديه الشعبيه ما قدرتش تعمل انفستمنت كويس، ما قدرتش تسوق بشكل كويس، ما قدرتش تجيب يعني، وهم معذورين في ده، لان انا يمكن كان ليا تجربه في نادي الاتحاد، الامكانيات رغم يعني رغم اسم الكبير نادي الاتحاد السكندري الامكانيات الماليه اثرت شويه. والكابتن طلعت يوسف لسه بيقول هو كان عامل لونج تيرم بلان مع الاتحاد لمدة 4-5 سنين لتجديد الفرقة، لكن اللي عاقه في الحتة دي الموارد المالية، فده جزء مهم. انت بتتكلم على الأندية الشعبية، تخيل انت بقى الأندية الشعبية مثلا عندنا المنصورة والأولمبي وغزل المحلة والإسماعيلي، كل دوت يبقى فيه انفستر وتحت إدارة شركة كرة قدم وعندهم موارد مالية، أكيد هنشوف شكل مختلف للدوري. هو ده يا كابتن اللي فارق، يعني مع احترام الكامل الأندية الشركات عاملة شكل كويس جدا وعاملة فرقة محترمة جدا جدا أنا جدا بأيدك طبعا جدا طبعاً. وعاملة شكل للدوري، لكن لو الأندية الجماهيرية هتلاقي كورة بقى كابتن، هتلاقي الأمور الفنية أحلى بكتير جدا. الواحد كان مثلا بيبقى مبسوط وراح يلعب في الاتحاد، راح يلعب في المنصورة، راح يلعب في أسوان بجد يا كابتن عشان شعبيتها طبعا. طبعا بتلاقي الجمهور، بتلاقي الناس حابة إنها تستمتع. أنت نفسك لا أنا مبسوط أنا رايح ألعب في اسكندرية، مظبوط، استاد اسكندرية والاستاد متقفل، بتبقى أنت يعني ماتش أنت مبسوط أنت مبسوط، يعني أنت بتطلع كل اللي عندك. ومن الحاجات اللي مأثره جامد جدا يا كابتن على الدوري في الامور الفنيه الجمهور، جماهير طبعا، جمهور يعني في وجود الجمهور اللاعب بيطلع كل حاجه عنده، صح، بيطلع احلى حاجه عنده. مع غدينه الجمهور برضه كابتن الدنيا بتبقى صعبه شويه. طب انت قلت ان انا بتمنى الاستمرار للانديه اللي صعدت للدوري، انت بتتوقع استمرارهم؟ بتتوقع يعني مع استمرار الصمود لحد امتى ممكن؟ والله الاول انا سعيد بعوده غزل المحله، طبعا برضو اعتبر الانديه شركه، لكن انديه جماهيريه وكان ليها باع كبير جدا يا كابتن، كان بالنسبه لنا ماتشات صعبه جدا جدا احنا نلعب في المحله دي. انا متوقع ان شاء الله يعني، لان يعني سيراميكا من الشركات المحترمه تكمل، اتمنى او متوقع انه ممكن يكملوا. البنك الاهلي انه مفكروا من بدري يجيبوا مدرب اسم كبير زي كابتن محمد يوسف، فمعنى كده ان هم بيبصوا لمنطقه ثانيه خالص، اتمنى الاستمرار ليهم باذن الله. يعني انت شايف طبعا الامكانيات الماليه هي اللي بتفرق شويه، يمكن بس كمان على المستوى التنظيمي، انت خلي بالك الدوري خلاص كمان يمكن اقل من شهرين، فالله يكون في عون يعني الانديه دي كمان، لان عمليه الترانسفير بالنسبه للعيبه والتأييد، وهم دلوقتي خلي بالك الفريق اللي بيطلع من الممتاز به بيبقى عنده بعض اللعيبه على المستوى الفني ممكن ما تأديش بنفس المستوى في الممتاز ألف، فعلى المدير الفني ويجيب كمان لعيبة ويبني فريق، فالأمور بتبقى بالذات في الجزئية دي بتبقى صعبة شوية. لكن زي ما أنت بتقول نتمنى الأندية خاصة الأندية الشعبية، غزل المحلة كان معانا الكابتن خالد عيد المدير الفني، وكان يعني عنده حماس جدا يا سهام، وان احنا مع حماسه مع يعني معاناه لعنا كمان، صحيح يعني ده صحيح بيبقى اصعب. فده شيء مهم يعني. احنا كانت منظرش يمكن الامور الماليه بتفرق بشكل كبير جدا جدا يعني، من دلوقتي من رقم واحد لاي نادي عشان يمشي بشكل كويس الامور الماليه. في امور ماليه بشكل كويس هتلاقي الدنيا ماشيه بشكل طبيعي، مع بقى جهاز فني كويس، مع لعيبه كويسه، لا هتلاقي الامور الفرقه على الاقل خالص يعني. زي نادي المقاولين كابتن عماد النحاس بنبارك له طبعا، المركز الرابع ادى موسم رائع، عشان اكيد في مسانده من مجلس اداره في نادي المقاولين، فالامور الماليه بتفرق كتير جدا مع الفرقه كده. طب حاجه غير نادي المقاولين عجبك يعني، خلينا نتكلم بقى يعني نتكلم في بيست اوف فايف بقى، خلينا قول لي افضل 5 لعيبه في الدوري المصري يعني انت حاسس ان دول كانوا افضل لعيبه موجودين في الدوري المصري السنه دي. نقول علي معلول تمام رقم واحد،
يعني من يعتبر من رقم من يعني من غير ما نرتب الارقام غير الارقام قول لي قالوا ديانج من اللعيبه الهايله هايله بجد يعني من اللعيبه اللي انا مبسوط انها موجوده في النادي. اي نعم بدايته ما كانتش كده لكن اكيد وجوده في النادي خد الثقه بشكل كبير قوي بدا يبقى من وجهه نظري رقم واحد في الدوري او رقم واحد في الموسم كله باكمل بالذات في الفينش طبعا يبقى ديانج ومعلول ناقص ثلاثة هنقول ثلاثة نقول سهلها لك يعني في كل مركز لنا هات لنا الافضل يعني. مش شرط في الاهلي برضو يعني الشناوي طبعا الشناوي حراسه المرمى وانا شايف انه يستحق انه يبقى رقم واحد يعني ياخد احسن لاعب في الدوري يمكن بيأدي بشكل هايل مين تاني عشان ما نظلمش حد في الدوري مش شرط في الاهلي ما انا فاهم والله ماشي عبد الله السعيد بيراميدز موسم كويس طبعا موسم هايل انا شايف برضو حسام حسن في سموحه مادي بشكل كويس قوي كفيرويد احنا قلنا كام واحد كده يا كابتن 4 ولا 5 ناقص لك واحد انت لازم تزنوني يعني لا خالص يعني خد انت اتكلمت على خط الظهر اتكلمت على خط النص ممكن تاخد حد من الاطراف انا شايف ناصر ماهر برافو عليك شايف ناصر ماهر برضو ليه دور كبير جدا مع نادي سموحه ناصر ماهر من الناس المعاره طبعا النادي المعار من النادي الاهلي وان شاء الله يعني حسب ما سمعنا انه ان شاء الله راجع تاني ان شاء الله اعتقد هو ناصر ماهر وصلاح محسن حد الكلام واحمد توفيق تقريبا واكرم توفيق اسف ان هم دول اللي راجعين يعني بشكل رسمي كبير موجودين ان شاء الله هم الامانه قدوا موسم بشكل كويس عشان كده بنقول يا كابتن ان الاعراض دي بقت حاجه مهمه جدا انا شايف انها بقت حاجه مهمه جدا في بالنسبه للانديه خصوصا الانديه الكبيره اللي عندها لعيبه كتير او عندها ناشئين بيطلعوا بشكل كويس فيقدروا يحافظوا عليهم بياخدوا الثقه. انت تابعت الدوري بشكل جيد الموسم ده الحمد لله عايزك تقول لنا النهارده ايه ابرز السلبيات اللي انت فنتها مش عايزها تتكرر يعني خلاص بعد شهرين واحنا داخلين على موسم جديد ان شاء الله. التأجيلات الدوري دي من الحاجات اللي بتخلي بس دي ازليه دي التأجيلات دي بنتكلم بشكل عام لكن ما نقدرش ننكر ان الناس برضو في اتحاد الكوره الفتره الاخيره بداوا يحطوا اساسيات ويمشوا عليها من غير ما يرجعوا لاي حد او من غير ما كلام اي حد ياثر عليهم دي من الحاجات السلبيات اللي موجوده نتمنى عوده الجمهور لان ده هيعود بالايجاب على كل الانديه التحكيم مع الفار الحمد لله الدنيا تمشي شويه احسن من الاول بكتير جدا دي من الاجابات اللي موجوده في الدوري الموسم ده الفار كان شيء ايجابي طبعا انا شايف ان هو شيء ايجابي جدا ما كانش محتاج فار يعني برضه مع كتر يعني احسن من الاول بكتير جدا مع كتر المشاكل اللي كانت بتحصل من التحكيم او بسبب التحكيم لا الامور ولو بنسبه 80 90% بقت احسن بكتير جدا وده هتتحسن كمان مع يعني تعود التعود يعني. الحكام على البروتوكول الفار اعتقد ده هيتحسن بشكل كبير جدا بالظبط كده طيب يعني انا هضيف بقى كمان حاجات اللي انا اتمناها السنه اللي جايه تحصل ان هو يبقى عندنا حاجه لاعب الشهر مثلا حتى ممكن نعملها على حاجه يعني سيرفي كده عندك لاعب الشهر يعني في النادي بيعملوها يا كابتن تريق يعني في النادي الاهلي بيعملها النادي الاهلي بيعملها بشكل خاص في فرقته يعني بنتكلم على انا بنتكلم اتمنى ان ده تطبق على مستوى كل نادي يعملها ولا يبقى لا الجمهور الجماهير هي اللي تختار مثلا لاعب الشهر الفوتنج مثلا والفوتنج ده ممكن يخش فيه الجماهير وممكن يخش كمان يبقى جائزه الشهر للاعب فلان الفلاني عايزين زي الدوري الانجليزي يا كابتن بالظبط الانجليزي كده بالظبط لان يعني بيبقى فيه حماس شويه ده بيدي حافز كمان للعيبه نفسنا على سبيل المثال زي ما انت قلت ان جدول نشوف جدول كده منتظم ان شاء الله يكون الدور الاولاني نفسنا كمان موضوع البث التلفزيوني والاخراج التلفزيوني يكون طبعًا افضل طبعا نفسنا الكوره الموحده يمكن الكوره دلوقتي الحمد لله بقت موجوده لكن كمان يعني نشوف حاجات يعني نفسنا نشوفها ومصر خلاص يعني احنا بنتكلم فكرة تحسن الاستادات كمان يمكن برضو خالد عيد كان بيتكلم عن الارض المحله بيت الملعب انت بقى بتتكلم بس احنا عندنا ملاعب كويسه عندنا ملاعب كويسه اكيد بس دلوقتي فعلا بقى عندنا ملاعب كتير كويسه يعني هم لهمش حق يعني ممتاز لا الدرجه الثانيه يعني لا ده الدرجه الثانيه انا في اعتقادي ده لازم يتعمل يتبص عليه ده لازم يتعمل مش هقول ثوره رياضيه ان لازم الجزئيه ديت في الملاعب وتنظيم المسابقه وشكل المسابقه انت بتتكلم يا احمد دلوقتي
بتتكلم على انت بتتكلم 16 في 3 بتتكلم 48 فرقه مقسمينهم. عارف يا كابتن كمان لما لغوا الهبوط كمان الدنيا بتصعبت اكتر من الاول. اتصعبت جدا. بتتكلم في 5 فرق بقوا زياده دلوقتي في كل مجموعه. كل مجموعه. فالامر يعني بقى صعب جدا، بقى اكتر ضغط كمان يعني. اكثر ضغطا. اه طبعا طبعا. يعني انت بتتكلم مثلا كان تقريبا 18 فريق او 17 حاجه كده، دلوقتي زاد 5 فرق كل مجموعه. هو كان اعتقد 13 فريق كل 13 مجموعه. 13 زاد 5 بقى 18 فرقه. والمفروض الفرق اللي هتصعد من الثالثه عايز يضاف عليهم يا كابتن كمان. مشكله الموضوع بقى، الموضوع بقى فعلا صعب جدا يعني. مشكله، مع ان اعتقد لو بصينا تحت في الممتاز بي اعتقد هتلاقي، ومن خلال شغلك في النادي الاهلي وقطاع الناشئين انت كمان، وانا عارف النادي الاهلي كان بيجي يعني معظم الناس بتيجي من الارياف والممتاز يا كابتن كمان، مش من القاهره كتير. أيوة يعني فاهم، فبيبقى في مواهب كويسه جدا في كابتن حضرتك انت بسيط. الدوري الممتاز دلوقتي يعني لا يقل عن 40 50% منه لعيبه طالعه من الممتاز به بجد، في لعيبه تحت كويسه قوي لو اتعمل لهم زي ما كنا بنسمع ان ماتشاتهم كلها تتذاع، ان هيبقى في بث بشكل كويس، ان يبقى فيه اهتمام في الملاعب، لو الحاجات دي كلها اتعملت لا هتلاقي الموضوع مختلف تماما، ويبقى فيه اهتمام باللاعب نفسه كمان. بالزبط. يا كابتن انت النهارده عندك الناس ديت بتشتغل شغلانتين واحيانا ثلاثه علشان يعني مش متفرغه للكوره. بنسمع كتير والكوره يعني عايزه كوره. بنسمع كتير يعني. لا بنسمع كتير. الحاجات دي فعلا حقيقيه. الكوره عايزه كوره. لا طبعا يعني بنسمع كتير جدا من الامور دي يعني. واتمنى ده مش موجود. عايزين لعيب الكوره يبقى لعيب كوره بس. اتمنى الامور. انا نفسي ان شاء الله نستضيف النماذج دي فعلا ونسلط عليها الضوء، بس بعد ما ننتهي من يوم 6 ان شاء الله على خير. إن شاء الله. إن شاء فعلا الله. انا بسمع لعيبه بتشتغل في النقاشه، في الحداد، في الحداد يعني في بعض يعني في ناس راكبه توك توك. تخيل في ناس في ناس بتشتغل على توك توك. بس ده ممكن يكون في الدرجه الثالثه ومطلوب منها تركز في الكوره يعني. لا بص يا يعني فصاحب بالين احيانا لا مضطر. لا طب لعيب الكوره المفروض يبقى لعيب كوره بس، لكن هي الامكانيات بتضطر الناس لكده، خصوصا يمكن الممتاز ده احسن امور شويه كده. هو يعني احسن كمان من السنوات اللي فاتت يعني. احسن كتير جدا. يعني لا بقينا بنسمع ارقام ارقام كويسه مقبوله. بالظبط بقى في ملاعب كويسه. حتى الاجهزه الفنيه بقى تحت في اجهزه فنيه كويسه جدا يا كابتن. لكن تتكلم على الدرجه الثالثه والرابعه لا الامور صعبه جدا 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 فيها. طيب اخدك تاني لجزئيه النادي الاهلي، اخبار اسم المدير الفني التشيكي لقطاع الناشئين النادي الاهلي. اخباره ايه؟ وبرضه ادينا فكره امتى المسابقات هتبدا، مسابقات قطاع الناشئين انتوا شغالين ازاي، قطاع الناشئين ماشي ازاي، وخاصه فرقتك يعني. والله الحمد لله احنا يمكن السنه دي الامور ماشيه بشكل كويس قوي قوي بجد يعني. بنشكر مجلس الاداره. ملاحظ فرق يا احمد؟ لا انا يمكن انا اول سنه ليا في القطاع السنه دي يا كابتن، لكن اللي كنت بشوفه او بسمعه لا الحمد لله الامر مختلف تماما تماما. شايفين دعم مجلس الاداره من اول يوم، من اول يوم عملنا اجتماع مع كابتن محمود خطيب ولجنه التخطيط بالكامل كانت كلها موجوده، وكابتن خالد بيبو رئيس القطاع الموجود. الناس اتكلموا ان احنا لا عايزين الموضوع يختلف تماما، عايزين النادي الاهلي يبقى رقم واحد حتى في قطاع الناشئين. عايزين لعيبه تطلع الدرجه الاولى، عايزين ناخد كل البطولات، عايزين نادي بشكل كويس، عايزين نعمل لعيبه كويسه. الحمد لله يمكن من اول يوم بدانا بهذا الفكر. الحمد لله الدنيا ماشيه بشكل كويس. جايبين مدير فني اجنبي للقطاع بالكامل، راجل ماشي معانا راجل ماشي معانا بشكل كويس جدا، بيساعدنا كتير جدا. احنا نفسنا كمدربين بناخد منه خبرات مهمه قوي بالنسبه لنا. كابتن خالد بيبو قايم بدور من وجهه نظري دور هايل. ايه المختلف في دور اداء اداء خالد؟ يمكن للامانه ما بيسيبش حاجه يا كابتن، بجد ما بيفوتش حاجه. يمكن احنا كنا في معسكر الاسبوع اللي فات، واقف بنفسه على البوابه الاسماعيليه. معسكر اسبوع، واقف بنفسه على بوابه النادي واللعيبه بتركب الباص، هو اللي واقف بنفسه بيراجع الناس كلها، مش سايب حاجه يعني. ممكن تبقى الحاجات دي مش دوره، ولكن هو ما بيفوتش حاجه. جانا المعسكر مرتين في اسماعيليه، قعد معانا يومين، حاضر معانا ماتش ودي، متابع كل حاجه، مدينا الدعم في كل حاجه، لبس بشكل كويس. اللعيبه نفسها مبسوطه يا كابتن يعني. احنا هو ده مهم. بجد والله يا كابتن اللعيبه نفسها مبسوطه لانه شايفين ان في فرق كبير قوي السنه دي. نتمنى التوفيق ان شاء الله. بالنسبه لفرقتنا الحمد لله الامور ماشيه معانا بشكل كويس جدا. كنا ماسكين الفرقه مع كابتن سيد غريب، ومعانا الكابتن فتوح مدرب حراس، وكابتن عمار اداري، ومعانا دكتور علاء، ومعانا عم عبد الرحيم، وعم عاطف عشان ما ننساش حد. من اول يوم كل تفكيرنا احنا مش عايزين غير اللعيب الكويس، مش فارق معانا الاسم. ما انا كنت لسه هسالك برضو يا احمد، ايه لما بحط استراتيجي كده، ويمكن المدير الفني التشيكي اكيد اتكلم معاكم في الجزئيه ديت، احنا عايزين نشتغل على نوعيه لعيبه بمميزات 1 2 3. المميزات ديت بما فيها طبعا انتوا كمدربين بتزود او بتطور اداء اللاعبين في شكل معين، شخصيه اللعيب نفسه، انت كمان اللي بتكون شخصيه اللعيب نفسه ويعرف انه شخصيه
لازم يكون موجود في النادي الاهلي بشخصيه معينه. يا ترى اتكلمتوا في النقط ايه المميزات او ايه الـ يعني البوينت الفنيه اللي لازم تتواجد في لعيب او ناشئ النادي الاهلي في الفتره اللي جايه؟ يعني اول حاجه بالنسبه لنا كابتن الطموح. احنا حتى يمكن كابتن سيد اكتر حاجه بيتكلم فيها، لان عايز فكر اللعيب بيتكلم مع اللعيبه يقول انا عايز فكرك يبقى في حته تانية، عايزك تخلي فكرك اعلى حاجه مش الدرجه الاولى بس، لان عايز احترف، عايز لو وصلت الدرجه الاولى يبقى رقم حاجه رقم 2 بالنسبه لي الاحتراف. عايزين بنوصل اللعيبه اهميه النادي الاهلي، انت بتلعب في احسن مكان، بنوصل اللعيبه انت شوف كام لعيب في مصر يتمنى انه يكون موجود مكانك، لازم تحافظ على المكان اللي انت فيه. لان الحاجات دي مهمه جدا يا كابتن. ثقافه الفوز مهمه جدا بالنسبه لنا، مش فارق معانا مباراه وديه، يمكن احنا كمان السنه دي عشان ماسكين فرقه 2006 اول سنه هتلعب جمهوريه السنه دي، اول سنه جمهوريه هتلعب جمهوريه، يمكن عندهم ليهم منتخب السنه دي كمان وليهم تصفيات كاس عالم، فدي برضو حاجه بالنسبه لنا حاجه ايجابيه ان احنا ان شاء الله تحمسهم اكتر طبعا. لا مهم جدا بالنسبه لنا ان كالعاده ان يكون اكبر عدد في المنتخب يكون من خلال النادي الاهلي، والحمد لله ان شاء الله بالفعل هيبقى كده. عندنا لعيبه مميزه جدا، عاملين فرقه بشكل كويس، نتمنى التوفيق ان شاء الله ان احنا نقدر بالنسبه لنا رقم واحد بطوله، رقم اثنين احنا نطلع لعيبه للدرجه الاولى، نعمل لعيب كويس باذن الله. بس خلي نمره واحد تطلع لعيب بدل بطوله، معلش يا كابتن. اللعيب اللي هياخد بطوله هيبقى يقدر، بس عنده ثقافه انه يلعب في النادي. انا معاك تماما يا احمد، بس دايما وكنت بتكلم في النقطه ديت ان دايما، وخلي بالك الفترات اللي فاتت كان تقييم المدرب بالبطوله، وانا شايف ده كلام غلط. لا يا كابتن، احنا الاثنين مرتبطين بعض بالنسبه لنا. بالظبط، احنا ما ينفعش اودي لعيب اطلعه الدرجه الاولى وهو بيخسر او متعود ان هو ما بيكسبش. لا التعود يفرق، التعود يفرق. لا انا ما بتكلمش التعود، انت بتتكلم على انك بتطور لعيب طبعا، بتطوره علشان الفريق الاول، حتى وانت ماشي في السكه مش مشكله تخسر بطوله تحت 2006، لكن التطور ده الملاحظ، ان انت تلاحظ اكتر ان اللعيب بيتطور حتى طبعًا. لو لا قدر الله خسر، طبعا لازم النادي الاهلي والبطوله، لكن لو خسرت بطوله 2006 وتطلع اثنين ثلاثه لعيبه افضل ما تاخد بطوله وما تطلعش حد. ان شاء الله نعمل الاثنين يا كابتن، ان شاء الله احنا واخدين يعني واخدين الاثنين في طريق واحد، بطوله اعمل لعيب كويس، لعيب كويس هو اللي ياخد البطوله، ولو خد بطوله هو لعيب كويس يبقى سهل جدا في الدرجه الاولى باذن الله. احنا بنشكرك جدا. ربنا يخليك يا استاذ، انا اللي بشكركم وبنتمنى لكم التوفيق يا رب ان شاء الله. انا بشكركم وبشكر كابتن هاني وسعيد اني كنت موجود معاكم النهارده. شكرا. انا كمان يا احمد ان شاء الله انا معاكم بعد المباراه النهائيه ان شاء الله، ونحتفل معانا هنا برضو على راي كابتن هاني. يعني ناس كتير قوي هتشرفنا هنا نحتفل معاها بالفوز باذن الله. انا احتفلت كتير في الملعب الحمد لله، اتمنى بقى ان شاء الله البطوله دي نحتفل في الاستوديو مع بعض يا رب ان شاء الله. ادعي بقى كابتن احمد باذن الله. شكرا يا كابتن، شكرا لك. شكرا. بعد الفاصل نجمنا الكبير كابتن ربيع ياسين.